ستيشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد مع أخوكم نور الدين من قناة نور ستيشن. حلقة اليوم راح نكمل المهمة نفسها، راح نكمل على باقي الكهوف لشوف إذا بلحق يا كهف يا كهفين، ما بعرف هلا لنشوف الوقت شلون. الاستعدادات راح تكون على الشكل الآتي: أول شي خلينا التغطيات بيكونوا خلصوا. وين هون؟ ليك تمام، صار في عندي 39 من هذا المشروب. هذا المشروب بيعبي لي الهيلث، يعني بخليني هيل. تمام، الشغلة الثانية اللي ساويتها اللي هي ساويت كيك. الكيك بخلي الديناصور يهيل، طبعا الباقيرة أهم شيء بموضوع الكهوف. تمام، حاليا خلينا نروح. الكهف موجود بالمنطقة بالوسط تقريبا تحت، هلا برجيكم اياها متى ما وصلت لعندها. تمام، خلينا ناخذ باقيرة أول شيء. ناخذ الكيكات تبعها، الكاكاو ما لي شغل فيها. ناخذ الكيك، حلو. الكهف الثاني موجود بهالمنطقة هي تقريبا هون بهي المنطقة. خلينا نستكشف وين بالضبط الموقع تبع الكهف. تمام، هيك لازم يكون بهالمنطقة هي. حلو، وهي لقينا باب الكهف. خلينا نبلش تمشيطه على السريع، ما بدها وقفة ابدا. تمام، شغال السبايك بس شغال، حلو. ان شاء الله ما يكون متاهة مثل هداك الكهف. ما بعرف اذا الكهف فاضي ولا فيه شي مخلوقات ولا ما بعرف صراحة. بتعرفوا نسيت جيب الجرابلينج هوك، مو فاضي. هاي اول شي. ايه نسيت ورجيكم، روضت واحدة مثل هاي السحلية من الكهف تبعك، رجعت على داخل الكهف وروضت واحدة من بيناتهم. هلا لارجع البيس ورجيكم اياها، في طريق من هني في طريق من هون. خلينا مثل العادة نروح على الطريق اليمين. لا بس مبين عليه اسهل من هذاك الكهف كثير، ما فيها صعوبة لحد الان، ما طلعت لي غير واحدة بس ميجالينيا ميجالانيا. كمان رحت على اليمين كمان لان في طريقين، ومثل العادة بختار على اليمين اولا. فخلينا متذكرين وما ننسى، رحت اول شيء يمين بعدين يمين. واو حلو حلو، في دروب هون، في كمان نوت، بس هاي اللي تبعي ليفل ماكس، فالنوت ما بتهمني زيادة، يعني بتهمني جمع النوتات. اما بتعطينا هي البوف اللي بتعطينا اياه انه زيادة الاكس بي بسرعة، هذا اللي ما بيهمني عملته ما بيهمني. هاي اول واحدة، هاي الثانية. تمام، تعالوا لعندي، في مي هون. تمام، اول واحدة استقبلتني السحلية لفلا 116، شيء معتبر يعني. اي 120، حلو. خليك على انا بمي 120 ليفل ماكس يعني، يعني ما فيها مزح بنوب. خلينا ناخذ الجوب هاك، والله شكلت يعني المي مو هيك سطحية، شكلها عميقة، شايفين؟ تعا تعا حبيبي تعا. ان شاء الله ما يكون شغلة تافهة مثل اللي طلعت من هني. وبلو برينت كمان، والله مالي اخذة. والله استنى قبل ما نحلف، 229 الميرال دمج تبعها اقوى من هي، مع انه هي ميتال، هي ستون، ما راح اخذها خلاص. باراسور عم يمزحوا، اكيد عم يمزحوا. باراسور سدل
لا توقعت يكون مستواه اعلى من هيك، اللي هون يلي بيحتاج. والله المي مثل ما بتذكر المي عميقة، وكلياتها بيرانا هاي الموجودة هون. بس عم بمزح انا، ما مالي نازل. اوه اوه ليه ماتت لحالها البيرانا؟ خلينا نرفع القيامة شوي هيك الإنارة أحلى. ما في شي تحت بس بيرانا. أوه هروب. أول ما عم يطلعوا من المية عم يموتوا لحالهم. شوف شوف المجزرة. يا سلام مجزرة. شفت في شي غير البيرانا؟ لا بس بيرانا، بس البيرانا. كان ضرب اثنين. اي اي لا لا شي غريب، شي غريب جدا. شوف عم يجي لهون يموتوا. تمام خلينا نكمل حاجة نضيع وقت. او تعرفوا شو على بالي، نطلع من هون نشوف شو في فوق. وانا من هون اجينا، رحنا من هون اجينا. هذا الطريق نفسه من هون. تمام خلينا نكمل الكهف. بالمي ما في غير البيرانا، وما شايفت في شي تحت. بلشنا لونج باتل. هاي غير العناكب، لانه هاي بس غير العناكب. يلا المرتين تبعهم هاي شو وضع بتين تبعها كمان بسيط. بتعرفوا شو بدها تتفوض؟ بدها هي. ايه لا عن جد بس هي. خلينا نروح لعندها شوي شوي لنشوف. شو هذا اللي عم يصير؟ والله لا اخذك معي. هاي هي كمان الدنجة، هي كمان على الاغلب بعمل سمنتينج بيس. في كتير نوتات هون بس للاسف مالي شغل فيها ابدا. ايوه هي ما طلعت لي ولا مرة. تمام ما علينا خلينا نكمل. حابب اخلص الكهف بسرعة من الحق كهفين بحلقة واحدة، بس كمان ما بدي خاطر. بس يعني شايفين في طريق من فوق، اعداد البيرانا اللي بالمي مو طبيعية. تعال 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 نحاول نعمل فيها المجزرة مثل اللي سويناها هنيك. شيء غريبة كلها ترى عم يهربوا. ما في اي شيء ابدا 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 بس الفيران. لا اطلع اطلع. خلينا نتابع كيف حاجة لعب في السمك. هلا اذا عملنا هيك نحن وحش وحش وحش. كمل وحش. والله عرفت ترى، عرفت ليش انت تايلة يا اخي. باقيرة باقيرة. برجع بقولكم للمرة الثانية انه ما عم شوف مقاطع انا عن الكهوف.
ما بدي احرق على حالي وهيك احس حالي عم قلد غيري. وصلت لمكان كثير صغير وضيق ما فيني فوت بالجيرة فيه، فشو بدنا نساوي؟ نلقم الشوت جون تبعنا ونحاول نفوت لحالنا. تمام حلو، ارتيفاكت قدام، في شي غير ارتيفاكت؟ عشان نجهز حالنا للهريبة دغري. ما في ابدا شي ابدا. حلو، اذا اخذناها بيطلع لنا شي؟ لا. حلو، الوضع سوبر حلو. وين نهايته هون؟ وانا جاي لحالي بدون باكيرة. طبعا بنخلي بالنا في طريق من هون وانا ما شفته، انا كنت هون واقف عم اتصيد بالسمكات هدول. والله اخذنا الارتفاكت وموضوع بالسكلمة يعني. تمام ليك من هون. شيت شيت، بس ضل في شغلة واحدة ان نشوف نفكر المي هي شي ولا لا. هلا هيك يكون هذا الكهف خلاص رايح على البيس، حط الارتفاكت وشوف الموقع تبع الكهف الثاني وارجع لكم. هاي الارتفاكت الثاني صار بالبيس، شي حلو. ايه فوت الارتفاكت لجوا ما عجبتني، مثل ما شايفين هدول اللاتشاتينا كل واحد عم تعطيني 100 سمنتون فيس واثنين اورجانيك بوليمر. ما بعرف ابدا انه بتساوي اورجانيك بوليمر، بس شي حلو يعني. هذا بيزعل من شي مني؟ لا. تمام خلينا نروح هلا على الكهف الثاني. شايفين الكهف الثاني بهالمنطقة هي بالضبط، المنطقة اللي تحتي، ولقيته بسهولة أكثر من الكهف هذا لأنه الباب تبعه مبين واضح. تمام خلينا نفس الحركة القديمة. فيك شي أنت؟ ما في شي. ناخذ البترادون وننزل التايلة. خلينا نفوت اول شي لحالنا شوي. على كل باب كهف يصير شوية لاج، لازم الفريمات بتتعب بتاكل هواء. تمام ما في مشكلة. تمام نظبط وضعنا. نسيت المرة الماضية اعطيك هدول، ما انساهم هلا. تمام هلا وضعنا هيك بالسكلمة. خلينا نبلش. كتير بارد هذا الكهف. لا ما رح. طيب هات هدول ناخذ معنا، نفوت لحالنا اول شي حسب الخطر. بلش الخطر شو هاد؟ والله بلش الخطر على بكير. طيب استني نشوفك شو انت اول. اوه تنتين. نشبت. وين اختفوا؟ وين راحوا؟ خلينا نرجع ننزل التايلة هون احسن لنا. تعا حبيبي تعا تعا، حياتي من غيرك سلطة. سلطة
دغري استعجلت واعطيته هي. والله هذا الكهف رح يكون اصعب من غيره بكتير. انت شو وضعك؟ لانه وقع. حلو، كأنه هون في نزلة لتحت عم توقع فيها الديناصورات، لتحت عم توقع فيها المخاطر لتحت. حلو حلو. سبويلد ميت حلوة، بتتربط بسبويلد ميت. سبويلد ميت بتوفر معي أكثر من هذيك الشغلة الثانية اللي كانت أكلتها هذيك. ننزل شوي شوي. ايه تعي انت كمان، بس اول شي نتأكد ما في شي مخاطر. ايه والله جنان، رغم كل المخاطر وانا قاعد عم روض خنافس. تعال حبيبي تعال تعال تعال، لا تترك فيه لحالي بهالمخاطر هاي. لا كل شوي رح تتخلى عني، مالي غير هيك، شو بدي اساوي؟ في تيتانوبيا كمان، والله الدمج تبعها عالي 114، الدمج تبعها عالي. تيتانوبيا هاي الدمج تبعها مرة عالي. اي والله وين فرصة ينزل الواحد يجرب يروضه على انا بقلب الحيط. والله اذا طلعت على انا هيك فرصة يعني تتطور. يلعن ابوك يلعن ابوك، والله رعبني والله والله رعبني. دخيلك الحياة بلا مغامرات مو حلوة. أما أنت شو بدك تاكل أنت؟ تستنى أو نجرب نطعميه لحم عادي؟ إن شاء الله ياكل. ما بياكل. طيب أعطيني شو بتحب تاكل غير هي؟ له أكلة واحدة بس. هاي هي تاي تاي، هو ده. هو ده ايش هو هاد؟ ايش هو هاد؟ فيك شي مهم؟ ما في شي مهم. لا في اصوات غريبة. والله رعبني والله رعبني. والله رعبني. اوه في شي هون متخبي غير هاد؟ مو مبين علينا. عم اسمع صوت مريب غريب عجيب غريب حقير. انت شو بدك تاكل؟ سبويل ميت.
الرو 100 بدها 9 عذاب. في شيء عم يضرب علي من هون ما بعرف. انت خلصنا وطلع لك شي وحده. تعال تعال الله يقرفك ويقرفك. الله يقرفك ويقرفك. على الاكل بياكلها العمى. ما بعرف في شي بقلب الحيط هون عم ياكلني وعم يضربني. شايفينه شايفينه كسر لي الدرع بضربتين بس. لا 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 وعلينا كمان. ما في حدا لحدا. طيب رح نكمل. هلا انا اجيت من هون، في هيك طريق وفي من هنيك طريق. هلا هون مو طريق، ما في غير كريستي. تمام من الطريق هذا خلينا داعسين، ما نخلي مجال ياكلنا ولا يضربنا. كسر الدراع تبعي انا. كسر الدراع تبعي وهيك ما عاد فيني فوت بالثايلة. عم فكر روح على البيس. ايوه ليك اللي عم تضربني كمان مرسبني بقلب الحيط. هلا في حلين، يا روح على البيس ظبط الدرع تبعي وارجع، يا نحاول نفوت احمل الثايله معي واسحبها سحبه واحده من هون لهنيك هيك. يا رب نشوف بعدين شو فيه. اعتقد فيني نزل التايلة هلا هون. راح الكيك. واو شرب هاي. منيح ما في فول دمج. فكرت على الآن قلت حالي روضها مثل هديك. قام اكلنا نصيبنا. اكلنا نصيبنا. خلينا هيل شوي انا. نزل الزيادة الهيل تبعي. الهيل تبعي. تمام هلا هون مطرح ما كنا عم نسحبهم من فوق نزلوا لهون المقصد. فهمت على حالي انا، ما بعرف انتو فهمتوا علي ولا لا. انت شو فيكي؟ شغله تافهه. شو هالغدر هذا؟ لسه فاتح بدي احاول هيل. تمام خلينا نهيل شوي. عم يضل ينزل الهيل. حلو حلو شكلنا قربنا، بلشنا تطلع هي النبضات فعلى الاغلب قربنا. هون في شيء؟ ما في شيء. في صوت خطوات غيري؟ لا ما في. تمام. يوم ما قرصتني عقربة.
يلا ولع، هتشتغلوا فينا متاهات كمان من اول وجديد. من هون في طريق كأنه، والله لا ما في طريق، سد تمام الطريق. يا الله على خطوة كنت وقعت. دخيل نظارات عفنته انت. تعال عندي، تعال تعال كلياتهم تعال. هذا بمستوى الخطورة تبع الكهف البركاني، فيها نطاط، فيها حركات، فيها كثير ديناصورات. انت اكيد ما فيك شي من هون. تمام نرجع. ارانيه 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 إلى إلى، شو التفاعي ولا في شي فوق؟ كان في شي ولا لا؟ ما في إضاءة، بس فتحة إضاءة نوت. تمام شكرا يا نوت. واو واو، المنطقة تحت شو حلوة. تمام خلونا نرجع بالمطرح ما اجينا بدون ما نوقع على تحت. حلو، خلينا نشوف الطريق الثاني. انا لما اجيت كان في طريقين، واحد يمين وواحد شمال. يمكن في شي نزل علي من هون. هذا الطريق الثاني؟ لا هذا الطريق اللي اجينا منه من تحت. هذاك والله خربطت، ما عاد فهمت الطريق جيت من هون ولا من هنيك. انا اوف يا المتاهات، انا كثير فاشل موضوع المتاهات، موضوع الذاكرة عندي فاشل جدا. الله انا جيت من هون شوي. عن جد ضعف، عن جد ضعف. تمام واخيرا لقينا الطريق من وين بعد جهد جهيد. لا تقلي لازم امرق من هون لاوصل لهنيك. خلينا نجرب لفة، لو طلعت لنا شوية مخلوقات زيادة. شو عم تساوي كل التماسيح بالنفق؟ بعدين كانت تيتانوبيا، خليهم نايمين هني. دول تيتانوبيا ما رضوا يضلوا نايمين هون. نزلت على المي ذيك التيتانوبيا. حاول اهجم عليهم قبل ما يهجم علي. ايه ايه تسلقي، ايه تسلقي، وين طالعة؟ تسلقي. ما يرتفع التربور عندي، لا منيح لساته عم يزيد، بس يعني بس الدم تبعي. والله صار لازم نطلع بسرعة من هون، صار لازم نحاول نطلع بسرعة من هون. هذا الطريق نفسه من فوق لهون، حلو نفسه. طيب وبعدين؟ لا تقلي لازم ننزل تحت المي. ساركو ساركو 120. والله النبض عم يجي من تحت المي يا خوفي، يكون لازم ننزل تحت المي. وفي كل هالبيرانا، البيرانا عم تهرب مني.
لازم استغل هالفرصة انه البيران عم يهرب مني. النبض عم يجي من هون بس الارتفاع بكون هون. ما في علاقة، ما في علاقة. والله احتمال يكون الطريق من هون. عم يطلعوا لي من قلب الحيطة. شو شو الطريق هذا؟ ايه وبعدين؟ لا تلي علقت، لا تلي علقت، ما في اكسجين زيادة. حلو، اجت دفنة، اجت دفشة دفشتني عم تمزحوا صح؟ كل هاللفة اللي لفيتها مشان ارجع مطرح ما كنت. فتت من هنيك وطلعت اخر شي من هون. النبض قوي هون، بدي اعمل تجربة تانية، بدي اعمل تجربة تانية من هون. ما ضل عندي من هذا المشروب زيادة، ودمي كتير عم ينقص. هي اللي كانت عم تدفع لي من شوي، اللي كسرت لي الدراع تبعك. الدمج تبعها قوي والله، الدمج تبعها قوي مو هين. خلينا نعمل تجربة تانية من هون. شوفي طريق واحد بس، ما بعرف شو اللي دفني من شوي، دفشني قدرت اطلع من هون. ايه تمام، قدرنا نطلع مرة تانية. انا لولا الثايلة بهاي الكهف بالذات كان انقضى علي. ما في عم ارجع الف ودور واطلع وارجع مطرح ما كنت. دمي رح يخلص. انا هاي اخر ستة ضلوا عندي، اذا ما قدرت الاقيها على السريع رح ارجع على البيس شوف شو رح اقدر اساوي وارجع. هذا مو حكي ابدا، لا الوضع هيك صعب. ما في شي من هون، مطرح ما كنت رجعت. تمام اهلين ماموت. شو بدي بالماموث انا؟ من خاطر نروح على هداخ الطرف، ما فيه شي بس نروح عليه. ما فيه اي شي نروح عليه. في شي طريق من هون ما شفته غير طريق المي؟ في شي مغارة؟ في شي اي شي؟ ما في. ما في هذاك الطريق عم يطلعني من هون يرد مرة ثانية. ما في والله شايف انسب شي. انا رايح على البيس اجيب من هذا الشراب مرة تانية. النبض من هذا الطرف ما بعرف، يعني حتى لوت ما لقيت. طيب تجربة اخيرة، تعال نشوف يمكن من هون، من هذا الطريق، من هون. لا هذا الطريق اللي جيت منه. الشيء الوحيد اللي عم فكر فيه راح برجيكم اياه، استنوا علي. من هون؟ لا ايه من هون عم فكر انزل لتحت، هذا الوحيد الشيء الوحيد اللي عم فكر فيه. تنصحوني بالنزلة ولا لا؟
طالما معي التايلة رح ارجع اقدر اطلع لفوق الوضع بالسليم. ننزل تمام هنيك في يابسة. طيب ها هون في يابسة، اطلع على اليابسة اطلع. اوف تمام خلصنا من الساركو. لسه ما خلصنا من الساركو كله. نعمل جبلة استفزازية. الهيلث تبعي بالزفت، الهيلث تبعي بالزفت. في طريق من هون؟ لا. الهيلث تبعي بالزفت. لح ارجع خلاص، لح ارجع على البيس. معلش حقكم علي بس لح اخذ لح اخذ اللوازم تبعي وارجع مره ثانيه. ارجع حاول اعبي الهيل تبعي. شايفين الهيل تبعي قد الصفيان فيه؟ بس 160. هيك غلط، فاعطوني شوية وقت بس لظبط الوضع تبعي ومنجب. ورجعنا لهم لنكمل هالكهف الحقير السفيق الخطير. تعال تعال تعال، انا مستنى انا معك، ما انا مستنى علي. حلو كملت كل اغراضي هلا، جبت له كيك من اول وجديد وجبت انا مشروب، مشروب مو هيك وهيك، ها مشروب تبع الصحة، مشروب الصحي. تمام ظبطت الارمور تبعي، يعني وضعنا هلا حاليا بالسليم. نكمل هذا الكهف لنشوف شو الوضع تبعه، وين بدنا نلاقي الارتفاكت فيه. ما بعرف اذا في شيء تحت المي ولا لا، عن جد ما بعرف. لنشوف لك. لا تعلق. ايه لاحظة شوية اكسجين. طلع الساركو والله خطيرة فوطتنا تحت المي. احنا مع كل اعداد البيرانا هاي وانا ما معي شيء يعني نائي. بس طلع من المي بيطلع هنا لفوق انتحارية دغري. ايوه في نطاق تحت المي هون. شوف شوف الانتحارية، شوفه بيطلع منهم صوت تك تك تك. ما استفدنا شيء. صار تحت المي ابا مننا، فما كل شيء علينا انه نسحبه لبرا ونكمل عليه. ما استفدنا شيء. رجعنا لهي المنطقة نفسها. الهيلز تبعي تبع الباكيرة ماكين. واخيرا لقيت مكان جديد بعد تدوير اكثر من ساعة تحت المي. لقيت مكان جديد ولقيت بهي المنطقة لوت، لقيت في هذا السدل مبين عليه شيء تافه. كاربو تبع السلحفة، السدل تبع السلحفة هون لقيته بالضبط. فخليني اكمل تدوير تحت المي، شكله في من هون طريق.
والله يا شباب، لا فتحت دورت على النت ولا فتحت فيديوهات شفت حدا ولا ابدا. صار لي فعلا اكثر من ساعة عم دور تحت المي، في منهم طريق شي ما في، لساتني بالباقيرة. انا لو شايف كنت جبت شي تاني، متت. يا الله يا الله. خلينا نلحق الباقيرة أحسن الشي، بعدين بنروح بنجيب أغراضنا. لا لا، هذا أصعب أصعب كهف عن جد، أصعب من الكهف البركاني. ما فينا نجيب باقيرة لأنه ما في معنا جهاز، بدنا نساوي جهاز. والله برأيي إن نساوي أغراض جديدة وما نعتمد على الأغراض اللي راحت علينا أسهل وأنسب. باقيرة، برافو لحالنا قبل ما يموت. لا لسه دمه مليان، وحش باقيرة وحش، ما بنخاف عليه. هذا يمكن البايرونيكس، هذا البايرونيكس، هذا يمكن قوي تحت المي. هذا البايرونيكس يمكن قوي تحت المي. بايرونيكس، هذا البايرونيكس مرة تاني تحت المي، لهيك عم بقول انه يمكن قوي تحت المي، ما بعرف. تعال ناخده، مو غلط. هاي رجعت لمكان ما لقيت اللوت وجبت معي هذا البايرونيكس. خليني اقرب الباقيرة اللي عندي كمان اضمن. هاي عم الباقيرة، تمام. هيك حلو، هيك حلو. ليش؟ لاني مالي واثق هذا بالبايرونيكس. خلينا نجرب مرة ثانية. متت أنا تقريبا بهالمنطقة هاي، بهالمنطقة هاي تقريبا متت أنا. ما بعرف في شي، وقت لما متت في شي نزلني من على الباقيرة. هلأ الوضع بالسليم، ما في شي مخلوقات هيك ولا هيك تخوف. خليني راح اخذ الاغراض تبعتي ونشكل فرار على السريع لانه بلش الاكسجين يخلص عندي انا. حلو حلو حلو، قدرنا نكمل. كمان في طريقين، واحد هيك وواحد هيك. هذا تحت المي بس شكله كتير قريب عليه الارتفاكت. طيب خلينا نروح من الاسهل اول. التاني تحت المي. لا عم تمزح معي، شوف وين رجعنا. تمام. تعلمنا شيء، اذا بدنا نرجع على هذا الكهف وناخذ الارتيفاكت مرة تانية منشان نقاتل البوس مرة تانية، صار ما نعرف الطريق هلا شلون بدنا نروح وشلون بدنا نرجع. كأنه في طريق تاني ولا بيتهيألي؟ لا تهيألي. تمام امشي عدل. هلا بدنا نرجع من تحت المي. الله يكون بيعور راسه، نازل حفق الحجر ونازل وهو طالع. تمام
يبقى عجلة واقفة مستنانا. اطلع بقى. دمي راح يطلق. لابس بدلة البرد، مدرع حالي، ودمي راح يخلص. تمام، خلينا نكمل من الطريق اللي على الأغلب فيه الأنفاق، كمان نفاق تحت الماء. حابين الأنفاق بهذا الكهف. هاي واحد ثاني. تمام. ايه كتير كبير، باقي لها كتير كبير وما ادري كيف. باقي لها كتير كبير وما ادري كيف. بدنا نجرب السالفة. الكمية التانية اللي جبتها معي من هذا المشروب تبع اللي بيعبي الدم كمان رح يخلص شكله. باقيرا ما يقدر يفوت، ان شاء الله هذا يقدر يفوت. بنقول ان شاء الله. قديش طب معي من هذا المشروب؟ 85. لا حلو حلو، ما عندي رقم منيح. تمام. حلو، هذا اصغر من باقيرا وقدر يفوت. تمام. وين رسبنا تحت الارض وضربتنا دهري؟ شلون يعني؟ في طريقين، يمين ويسار. خلينا نروح على اليمين عشان ما في وقت. سدت يمين، اليمين سد. منيح اليسار قريب لانه راح يخلص الاكسجين. واخيرا هذا الارتفاكت، انا متاكد 1000000% تبع التنين. Station.